الجزيره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اكتر حاجه مشهوره بيها هي الحمير اللي هتلاقيهم في كل ركن من انحاء الجزيره. حمير 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 اعتمدوا عليها اعتماد كلي في كل احتياجات الحياه الرسميه لدرجه انها التاكسي الرسمي في الجزيره دي. صباح الفل عليكم من اغرب جزيره افريقيه، جزيره لامو الكينيه. جزيرة لامو تعتبر الأخت الصغيرة لجزيرة زنزبار بسبب تأثرها بالعمارة العربية والعمانية القديمة، غير كمان إن شوارعها ضيقة جدا وده اللي خلى الحمار له أهمية كبيرة جدا في الجزيرة دي. ولامو كمان تعتبر مسجلة قبل اليونسكو كمدينة تراث تاريخي، عشان أصلا لامو تعتبر أقدم مدينة الناس لسه عايشة فيها على ساحل أفريقيا الشرقي كله، ويعتبر عمرها أقدم من 700 سنة. وعشان الحمير شيء مهم في لامو فكان لازم يبقى لهم رعاية خاصة. دي اللي ورايا ديت مستشفى الحمير في لامو اللي معمولة عشان تبقى بس لرعاية الحمير مش أي حاجة تانية. الحمار اللي هناك ده معمول له جبس في رجليه عشان رجليه مكسورة، واللي هناك ده عنده حرق يعني، واللي هناك ده ما بياكلش بقى له فترة وجابوه هنا عشان يبقى له رعاية برضه. وكل الحمير اللي موجودة هنا ديت عندها مشاكل صحية ونفسية وجابولهم هنا يعتنوا بيهم عناية خاصة جدا. انا بحب الحمار حبيبي يا حمار. واللي اسست المستشفى ديت واحدة امريكانية من كتر حبها للحمير سموها ماما بندا. ماما بندا معناها في السواحيلي ام الحمير. دلوقتي فحلنا كده على الكورنيش، سمعنا كده اصوات غريبة جاية من على الشجر، سمعنا اكتشفنا ان هما ده يعتبر كده بيت خفافيش وكمية رهيبة منهم. اول مرة اشوف الكمية دي في حياتي، حاجة ما كنتش اتوقع ان انا اشوفها ابدا في حياتي. When they spread their wings I would say like this. Oh my god. What do you think? Yeah. Huge. Are cute. كل الشجر ده مليان. دلوقتي موجودين في المتحف بتاع لامو عشان نشوف بقى شوية معلومات تاريخية عن جزيرة لامو اللي كانت بموقعها ده لها أهمية كبيرة جدا، وبقى تعتبر ان لها مكان تاريخي على الساحل الشرقي الأفريقي زي معظم الجزر اللي موجودة هنا، عشان كانوا بيستخدموهم كمراكز لتجارة كل حاجة ممنوعة كانت بتطلع من أفريقيا زي سنون الأفيال وقرون الوحيد القرن. كل حاجة بقى متعلقة بالحيوانات كانت بتطلع من أفريقيا غير شرعية كانت مركزها هنا في لامو، غير بقى السمسم والتمر هندي والكلام بقى ايه اللي متعلق بالتجارة البهارات والكلام ده. والمواقف الرئيسية بقى في انواع التجارة ديت كانت زنزبار ومومباسا ولامو ديت، عشان كده تلاقي الجزر ديت او المناطق ديت هم اكتر اماكن متأثرة بكل الثقافات بقى اللي عدت على هنا، خاصة بقى الثقافة العربية والهندية. دي من الحاجات اللي غير القانونية اللي كانوا بيتاجروا فيها هنا في لامو زمان. سن الافيال كانوا بيستخدموه في الاساس، سن الهيبو او فرس النهر برضو كانوا بيستخدموه في الاساس. ديت الشيلز الصغيره ديت كانوا بيستخدمها الهنود كفلوس. لقينا حاجه غريبه يا جماعه، شكلها كده جزمه يعني محطوطه كده تحت السرير وبتاع. خلي دومينيك تجربها. الكلام ده يصحح لي يا جماعة، عشان هنا مكتوب ان الكوفية اصلها من مدينة الكوفة في العراق. انا كنت افكرها ان هي اصلا يعني بيور ثقافة عمانية بحتة، ولكن اصلها اصلا جاي من الكوفة. دلوقتي بقى نخش نشوف اكبر سوبر ماركت في لامو. يا جماعه طلع عندهم كل حاجه انا كنت مفكر ان انا هعمل عليهم شغل كبير ونقعد نتريق بقى وبتاع. وصلنا دلوقتي قلعه لامو اللي بناها العمانيين سنه 1821 عشان يبسطوا سيطرتهم على الساحل الشرقي لافريقيا زيها زي قلعه زنزبار، وده كان بسبب اهميه لامو الاقتصاديه في الوقت ده.
وقدام القلعة دي بقى يعتبر التجمع الرسمي لأهل جزيرة لامو، واللي بيمارسوا فيه شوية ألعاب من العادات والتقاليد بتاعتهم. يفوتوا فوتوا وما كويكهم جرجينين دمالي لبيتي وربيه جزيرة لامو مقسومة لقسمين، القسم الأول القسم التاريخي اللي احنا شفناه في الجزء اللي فات ده واللي اسمه جزيرة لامو، والجزء اللي احنا موجودين فيه ده اللي متميز بالشاطئ بقى والجو الجميل والبحر واللي اسمه شيلا. أحلى حاجة بقى بتميز شاطئ جزيرة لامو هي الجبال الرملية اللي على طول ورا الشاطئ ديت، وبتديك منظر خيالي للشاطئ هنا. ده مكان حلو بقى عشان ناخد السناك بتاعنا، هو سمبوسة بالخضروات، وبرده من الحاجات اللي بتميز جزيرة لامو. الرملة هنا ناعمة جدا، ولما تمشي عليها كده بتسيب على رجلك حاجات بتلمع قوي كده، تحس ان هي زي الألماز او حاجة زي كده. مش عارف لو حد يعرف تفسير للظاهرة ديت اكتبلي في الكومنتات، عشان انا مش فاهم ليه يعني كده بتلمع اللمعان الغريب ده. وسيلة المواصلات الرسمية التانية في جزيرة لامو هي المراكب دي، اللي بتعتبر برضو الوسيلة الأسرع للنقل ما بين كل الوجهات اللي محتاج تروحها في الجزيرة دي. على الجانب الثاني بقى من جزيرة لامو في جزيرة اسمها ماندا ايلاند. الجزيرة ديت تقدر تشوف منها احلى سانسيت، عشان تبقى مواجهة بقى لافريقيا كده، وتشوف الشمس وهي نازلة ورا افريقيا كلها يعني، وتستمتع بالحياة. غالبا كده الواحد من كتر السفر ومن كتر الترحال بقى بينسى ان الحاجات الحلوة ديت صعب ان انت تشوفها في اي مكان، والمناظر الجميلة ديت مش موجودة في كل نقطة في العالم. الواحد لازم يستمتع بكل لحظة بيعيشها وما ينساش يقدر الجمال. كده تكون نهاية رحلتنا في جزيرة لامو. تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا كل مسار الرحلة في الايام اللي جاية، اللي قربت كتير جدا مشارفها على الانتهاء. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. ان شاء الله كل سمك التونة ده 3 بس اللي اصطادوهم على مركب واحدة، يعني وليمة. Bow, biri bow, 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 b